حافين نتكلم على إسلام حمزة، سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب، وكان أخو النبي من الرضاع، يعني كان أخوه أيضا من الرضاع، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. يبقى ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت حمزة وأرضعت رسول الله وأرضعت أبو سلمة، فالثلاثة دول إخوات من الرضاع. سيدنا حمزة ابن عبد المطلب كان قبل إسلامه اسمه أسد قريش. ليه بقى؟ لأنه كان يخرج في الصحراء أول ما يلاقي أسد يرمي السلاح ويصارع الأسد بإيده، ويصطاد الأسد بإيده ويحطه على كتفه ويدخل بيه على إيه، قريش، على مكة، فسموه أسد قريش. ما كانش حد يقدر يصارعه ولا حد يقدر يواجهه، حتى لما قتل في أحد قتل إيه من الخلف غيلة، ما كانش حمزة في الجيش كأنه جيش، محدش يقدر يواجهه رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده قوة وثبات تخيف أي إنسان يواجهه رضي الله عنه وأرضاه. ومات طبعا إيه شهيدا في أحد، وهو من ضمن شهداء أحد. لما بنروح نزور أحد بيبقى سيدنا حمزة هو أميرهم.